الذين يتابعون برامجي يعرفون دقة اختياري للكلمات، فأنا لا أقول كلاما من دون عناية. هذه طريقتي التي عودت نفسي عليها. إذا أردت أن أفتح هذا الموضوع وأن أفتح الأبواب فيه على مصارعها، صدقوني 100 حلقة قد لا تكفي للحديث في أجواء الأسماء الحسنى. وأتحدث عن حلقات مطولة كحلقات برامجي. هذا موضوع كبير جدا، ومن دون أن نشخص هذا المعنى فإننا لن نستطيع أن نعرف مضمون العبادة التوحيدية بشكل صحيح. الأسماء، أسماء الله، عنوان كبير جدا. سأضرب لكم أمثلة. أول هذه الأسماء الاسم الأعظم الأعظم الأعظم. عودوا إلى مفاتيح الجنان. الكتاب الذي بين يدي هو مفاتيح الجنان. الدعاء الذي يقرأ في ليلة المبعث الشريف، في ليلة 27 من شهر رجب، ماذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف؟ والذي قد يعرف في كتب الأدعية بدعاء التجلي الأعظم. وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأجل الأكرم. وفي بعض النسخ الأعز الأجل الأكرم، بحسب ما موجود بين يدي. وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأجل الأكرم، الذي خلقته، اسم مخلوق، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. وهذا المضمون هو نفسه في الدعاء الذي يقرأ في يوم المبعث، في اليوم 27 من شهر رجب. وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأجل الأكرم، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. الكلمات هي هي في دعاء ليلة المبعث وفي دعاء يوم المبعث، هو دعاء آخر. وهذا المضمون يتكرر في كثير من الأدعية الشريفة. فهذا هو الاسم الأعظم الأعظم الأعظم. الإمام صلوات الله عليه حين قال ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ليس بالضرورة
أن تكون العبادة متوجهة إلى هذا الاسم، فأسماء الله لا تعد ولا تحصى. الأسماء الحسنى لا تعد ولا تحصى. مثال آخر، أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. في أدعية ليالي القدر في شهر رمضان هناك الدعاء المعروف بدعاء نشر المصحف، من أنك يا أيها الداعي تأخذ المصحف وتنشره وتضعه بين يديك وتقول: اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه، وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى. القرآن بمضمونه يشتمل على الاسم الأكبر وعلى الأسماء الحسنى، فالاسم الأعظم 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 خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، والاسم الأكبر في مضمون القرآن وباطنه، والأسماء الحسنى تشرق من ألفاظه ومن معانيه، من ظواهره ومن بواطنه. هذا القرآن الذي يصفه الأمير من أن ظاهره أنيق وباطنه عميق، الاسم الأكبر يتجلى في الظاهر الأنيق ويشرق من الباطن العميق، وكذاك هي الأسماء الحسنى. ومر علينا فيما يرتبط بالاسم الذي خلقه سبحانه وتعالى فجعله كلمة تامة، ومن تلك الكلمة التامة أشرقت الأسماء الأربعة، الاسم المكنون المخزون والذي إليه الإشارة في الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، كما في أدعية المبعث الشريف. هذا اسم مكنون من أسماء الحقيقة المحمدية التي تجلت بأسمائه سبحانه وتعالى، وأشرقت الأسماء الثلاثة الظاهرة: الله، الرحمن، الرحيم. ومن هذه الأسماء توالدت سلاسل الأسماء الحسنى بحسب الحديث، فإن سلاسل الأسماء وصلت إلى 360 اسما، الحديث الذي مر علينا في الحلقات الماضية. على سبيل المثال، هذا دعاء مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الدعاء المعروف بدعاء الأسماء الحسنى، وهو دعاء طويل. إنني أقرأ عليكم من الجزء 90 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي
رحمة الله عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، وقد نقل هذا الدعاء عن البلد الأمين، وهو من المصادر المعروفة من جوامع الأدعية للكفعمي رحمة الله عليه صاحب المصباح. المصباح للكفعمي وكذلك البلد الأمين، المصباح الذي قرأت عليكم من دعاء إدريس النبي يا إله الآلهة، مر هذا الكلام علينا. هذا الدعاء طويل، لن أستطيع أن أسلط الضوء عليه، لكنني سأأخذ بعض عبائره على سبيل المثال والأنموذج. دعاء طويل يبدأ من صفحة 254 وينتهي في صفحة 272، دعاء طويل جدا، فماذا سأقرأ منه وماذا سأترك منه من الأدعية الطويلة التي تشتمل على الأسماء الحسنى؟ من صفحة 254 إلى صفحة 272، وهو من أدعية الأسرار ومن أدعية الاسم الأعظم. هذا الدعاء قطعا 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 يشتمل على حقيقة الاسم الأعظم، أتحدث عن حقيقته في عالم الألفاظ، في عالم ما ينطق ويقرأ. أقرأ عليكم بعضا من عبائر هذا الدعاء الشريف الذي جاء مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. على سبيل المثال صفحة 254 في بدايات الدعاء: وأسألك باسمك القادر بك على كل شيء يا الله. هذه مراتب الأسماء، لابد أن تعرفوا من أن الأسماء الحسنى ما هي ألفاظ، لها وجود لفظي، لها وجود صوتي، لها وجود كتبي. إنني أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة. هذه الأسماء يمكنني أن أقرب معناها وأن أقرب مضمونها لكم. هذه مؤسسات إلهية لإدارة الوجود. ما هي ألفاظ ولا هي أصوات ولا هي أشخاص؟ قد يكون الاسم منظومة فيها أعداد هائلة من الملائكة ومن مخلوقات هي أشرف من الملائكة، من مظاهر الحقيقة المحمدية التي قد يعبر عنها بالأسماء الحسنى لإدارة هذا الوجود. وهذه الأسماء فيها الأسماء الرؤساء، وفيها الأسماء الوزراء، وفيها الأسماء الأعوان. هذا عالم كبير جدا، إنها الحكومة الإلهية التنفيذية على الوجود. إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، هذا المعنى يتنفذ
عبر برنامجي ليلة القدر حينما تتنزل الملائكة على الإمام، عبر هذه الوزارات، عبر هذه المؤسسات، عبر المؤسسات الإلهية التي هي الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى ما هي ألفاظ ولا هي حروف ولا هي كلمات، لها وجود لفظي، لها وجود كتبي في عالم الذكر الحكيم، مثلما قرأنا قبل قليل في دعاء نشر المصحف من أن الاسم الأكبر في هذا القرآن، في هذا الظهور اللفظي، في هذا الظهور الكتبي، في هذا الكتاب التدويني، هناك الاسم الأكبر وهناك الأسماء الحسنى. هذا ظهور من ظهوراتها، أما هي فمؤسسات إلهية عظمى، إنها الوزارات الإلهية لإدارة هذا الوجود، لإيجاده ولحفظ بقائه ولاستمرار نزول الفيض إليه ولإنمائه ولترقيته ولكل شيء يدور في هذا النظام الإلهي العجيب، في هذا الوجود الذي لا ندرك شيئا من ما ندركه من هذا الوجود، لا يعد بشيء لسعة هذا الوجود. فإننا لا ندرك شيئا، ما ندركه لا يعد بشيء. الأسماء الحسنى مؤسسات إلهية عظمى لإدارة هذا الوجود، فيها الرؤساء والوزراء، وفيها الأعوان والملائكة العظام، والمراتب المختلفة من قطان الملأ الأعلى. تلك هي الأسماء الحسنى. ما هي ألفاظ تتردد على الألسنة بالضبط؟ مثلما نقرأ عن القرآن في سورة الزخرف، هكذا نقرأ عن القرآن في سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. في هذا الوجود التدويني، أما في الحقيقة وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فهذه الأسماء الحسنى التي تظهر في ألفاظ هي بحسب عالم الألفاظ، وهي لا تمثل شيئا من حقيقتها العليا. الحقيقة العليا للأسماء الحسنى هي حكومة الله في هذا الوجود، الحكومة التنفيذية. هناك الرؤساء، هناك ملوك هذه الأسماء، وهناك الرؤساء، وهناك الوزراء، وهناك وكلاء الوزراء، وهناك المدراء العامون. هذا التنظيم الذي يقوم به البشر هو انعكاس لآثار موجودة في بواطن النفوس، هي من آثار ما بقي من تجليات تلك الحضارات العالية. فحينما نتحدث عن الأسماء الحسنى لا تتصور أنها ألفاظ، هذا موضوع كبير واسع جدا ومعقد جدا، قد يكون غريبا عليكم،
السبب ثقافة الثولان، ثقافة الأغبياء، إنها ثقافة النواصب، ثقافة مراجع النجف. نذهب إلى فاصل. يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو، سبحانك يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء، سبحانك يا الغافي، يا كافيا من كل شيء، يا قائما على كل شيء، يا من لا يشبهه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا ينقص من خزائنه شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يعزب عن علمه شيء، يا من هو خبير بكل شيء، يا وسعت رحمته كل شيء، سبحانك يا لا إله إلا. وأسألك باسمك القادر بك على كل شيء يا الله، وأسألك باسمك الذي خلقت به الحياة من مشيتك العظمى، حين أصف الحقيقة المحمدية بالعظمى إنني أخذت الوصف من هذا الدعاء الشريف. وأسألك باسمك الذي خلقت به الحياة من مشيتك العظمى، خلق المشية بنفسها وخلق الأشياء بالمشية. هذه الأدعية بحسب علم القنادر عند مراجع النجف، هذه الأدعية ضعيفة الأسانيد. تلاحظون أن الأدعية وأن القرآن المفسر بتفسيرهم وأن الزيارات وأن الروايات تشكل منظومة واحدة، وهذا يكشف عن ضلال حوزة النجف، عن ضلال منهج مراجع النجف، ويكشف عن جهلهم وعن عدم معرفتهم بأي شيء من دين محمد وآل محمد. هذه هي الحقيقة الواضحة التي تشرق من بين كل هذه المعطيات.
كل نص من النصوص التي عرضتها بين أيديكم والتي سأعرضها فيما بقي من حلقات هذه المجموعة يشكل دليلا وبرهانا على جهل مراجع علماء النجف، لأن كل نص من هذه النصوص هو ضعيف بحسب قذارات مراجع النجف، بينما هو في هذا البرنامج يشكل جزءا واضحا من لوحة متكاملة، من لوحة متناسقة على أجمل ما يكون التناسق والتنسيق. أعود إلى دعاء الأسماء الحسنى وأسألك باسمك القادر بك على كل شيء يا الله. هذه مراتب. باسمك القادر بك، هو قادر به على كل شيء يا الله. وأسألك باسمك الذي خلقت به الحياة من مشيتك العظمى إلى أجل مسمى يا الله. وأسألك باسمك الذي خلقت به الموت وأجريته في الخلق عند انقطاع آجالهم وفراغ أعمالهم يا الله. وأسألك باسمك الذي طيبت به نفوس عبادك فطابت لهم أسماؤك الحسنى وآلاؤك الكبرى يا الله. وأسألك باسمك المصور الماجد الواحد الذي خشعت له الجبال وما فيها يا الله. وأسألك باسمك الذي تقول به للشيء كن فيكون بقدرتك يا الله. يا الله هنا إنه الاسم الظاهر المتجلي من الحقيقة المحمدية، فهذه الشؤون هي شؤون الأسماء الحسنى الفاعلة. مر الكلام في هذا ولا أريد أن أقف طويلا عند هذه التفاصيل. في مقطع آخر صفحة 255، وأسألك باسمك الذي هو على كل شيء وفوق كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء يا الله. في مقطع آخر، وأسألك باسمك الذي خلقت به الكرسي سعة السماوات والأرض يا الله. أية مؤسسة هذه التي أشرفت على خلق الكرسي؟ كرسيه يسع السماوات والأرض. في أحاديثنا من أن السماوات السبع بكلها لا تمثل في سعة الكرسي إلا كحلقة في فلات، كحلقة في فلات، كهذا الخاتم يلقى في صحراء واسعة، فما مقدار حجمه وما مقدار المساحة التي سيأخذها هذا الخاتم في هذه الصحراء الواسعة الممتدة؟ وأسألك باسمك الذي خلقت به الكرسي سعة السماوات والأرض. أية مؤسسة عظيمة، مؤسسة الاسم الذي خلق الكرسي، وهي تشرف على هذا الكرسي،
فهذا الاسم خلق الكرسي وسيشرف على بقائه وسيشرف على ترقيه وسيشرف على نظم أمره مع العرش الذي سيكون أوسع منه. وهناك المؤسسة التي خلقت العرش وأشرفت عليه من مؤسسات الأسماء الحسنى. وأسألك باسمك الذي خلقت به الكرسي سعة السماوات والأرض يا الله، وأسألك باسمك الذي خلقت به العرش العظيم الكريم وعظمت خلقه فكان كما شئت أن يكون بذلك الاسم يا عظيم يا الله. أول عنوان من سلسلة الأسماء الحسنى الفاعلة التي أشرقت من الاسم الظاهر الله العلي العظيم كما مر علينا في الحلقات الماضية. والكرسي على عظمته في رواياتنا هو بالقياس إلى سعة العرش كحلقة في فلات، فالكرسي داخل في عالم العرش. المؤسسة التي خلقت العرش هي أعظم بكثير من المؤسسة التي خلقت الكرسي وتشرف على شؤونه، وهم محدقون بكل ذلك، بعرش الله محدقون يحيطون به. الحكاية عميقة، إلى أين نحن ذاهبون؟ وأسألك باسمك الذي خلقت به العرش العظيم الكريم وعظمت خلقه، هو قبسة من نور محمد. خلق الله العرش من نوري، ونوري أفضل من نور العرش، أفضل من العرش. لماذا؟ لأن نوري من نور الله، وأما العرش فهو قبسة من نوري، وأنا نوري من نور الله. محمد. أقول صلى الله عليه وآله تأدبا، وإلا فشأنه أعلى من أن يصلى عليه. تأدبا والتزاما وتعبدا أقول صلى الله عليه وآله، لأنني حين أقول ذلك أقول بفهمي، الصلاة بفهمي لا تناسب محمدا وآل محمد. الصلاة التي تناسب محمدا وآل محمد هي الصلاة التي يعرفها الله ويصلي بها عليه، ويعرفها محمد ويعرفها صاحب الزمان، فأنا لي بمعرفتها. فحينما أصلي عليه بحسب معرفتي، وذلك انتقاص من محمد صلى الله عليه وآله. إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك، على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك، وكذاك يا رسول الله. إني أصلي عليك أدبا، لولا الواجب من قبول أمرك لما صليت عليك، على أن صلاتي عليك يا رسول الله بقدري لا بقدرك.
وأسألك باسمك الذي طوقت به العرش بهيبة العزة والسلطان يا الله. نذهب إلى فاصل. يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه، سبحانك يا الله الغافل، يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتوكل المتوكلون، سبحانك يا الله الغافل. قارنوا بين هذا المنطق الذي تستمعون إليه الآن وبين منطق الثولان والأغبياء من آيات الله العظمى من مراجع النجف وكربلاء الذين يقولون من أن صلاتنا على محمد صلى الله عليه وآله تعلي من شأنه، ومن أنها تعلي مراتبه، ومن أن محمدا ينال الفيض بسببنا. عودوا إلى كتبهم، إلى كلماتهم. هؤلاء ماذا يعرفون عن محمد؟ هؤلاء ماذا يعرفون من ثقافة العترة الطاهرة؟ حينما أقول لكم هؤلاء قمامة، والقمامة لا تعطي إلا قمامة، رؤوسهم مشحونة بالقمامة، وما يخرج منها إلا قمامة. وأسألك باسمك الذي طوقت به العرش بهيبة العزة والسلطان يا الله، وأسألك باسمك الذي تخرج به نبات الأرض منافع لخلقك وغياثا يا الله. قلت لكم هذه وزارات، رئاسات، ممالك، إنها ممالك الأسماء الحسنى، إنها رئاسات الأسماء الحسنى. هذا موضوع وسيع، وسيع جدا. وأسألك باسمك الذي لا يحيط به علم العلماء يا الله، وأسألك باسمك الذي لا يحويه حكم الحكماء يا الله، وأسألك
باسمك الذي لا يغلبه تدبير الفقهاء يا الله. هؤلاء الأنبياء، الفقهاء هنا عظماء الأنبياء، بل هذا التعبير يأتي خاصا بمحمد وآل محمد ويطلق على الأنبياء تفرعا. في أحاديثهم الشريفة من أن الحسين كان فقيها قبل أن يخلق، قبل أن يولد. لا أريد أن أقف عند هذه النقطة، فإن الأحاديث ستفتح لي أبوابا على أبواب، ولن أصل إلى غايتي ومقصدي في هذه الحلقة. قلت لكم إنني لا أستطيع أن أقف على مضامين هذا الدعاء. أين هو الوقت؟ أقرأ عليكم عبائر من، لكنني أضطر لشرح بعض هذه الكلمات التي تكون غريبة جدا عليكم، فإنكم تعودتم إذا ما استمعتم إلى فقهاء تذهبون إلى هؤلاء الثولان في النجف. هؤلاء لا فقهاء ولا بطيخ، هؤلاء فقهاء الشيطان، نعم فقهاء النواصب، نعم فقهاء الفقه الشافعي والاعتزالي، نعم، أما لا علاقة لهم بهذه الدوائر المقدسة. وأسألك باسمك الذي لا يغلبه تدبير الفقهاء يا الله، سلطته أعلى. قلت لكم هذه رئاسات وممالك، واسم له سلطة على مجموعة من الأسماء، وهكذا. وأسألك باسمك الذي لا يناله تفكر العقلاء يا الله، وأسألك باسمك الذي لا يبصره بصر البصراء يا الله، وأسألك باسمك الذي لا يعلمه أحد سواك يا الله. هذه الأسماء التي تشرق من الاسم الظاهر الله. وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت، المخزون المكنون الذي لا يعرفه أحد إلا بالآيات الواضحات، وساقط لا يعرفه أحد. كما قلت لكم نحن لا طريق عندنا إلى الله، طريقنا هو الباب الذي فتحه الله لنا، والوجه الذي أشرق بين أظهرنا، والسبب الذي جعله فيما بيننا وبينه، إنه إمام زماننا. الأدعية كلها تتحدث عن هذا المنطق. دعكم من هراء ثولان النجف الذين لا يفقهون شيئا من عقيدة محمد وآل محمد، أولئك قوم حبسوا أنفسهم في دين البدو من بقايا مرحلة التنزيل. وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت، المخزون المكنون الذي لا يعرفه أحد إلا بالآيات الواضحات والدلالات البينات والعلامات الظاهرات. عودوا إلى هذه المصطلحات، ستجدونها في زيارات أمير المؤمنين، ستجدونها في دعاء الندبة الشريف، ستجدونها في زياراتهم وأدعيتهم بشكل واضح. ليس عندي من وقت كي أقف عندها طويلا. وأسألك
باسمك يا لا إله إلا أنت، المخزون المكنون الذي لا يعرفه أحد إلا بالآيات الواضحات والدلالات البينات والعلامات الظاهرات، من عجائب الخلق من النار والنور والظلمات والسحاب المتطابقات والرياح الذاريات والأعين الجاريات والنجوم المسخرات وجلاميد الأهوية المتراكمات بين الأراضين والسماوات والعيون المنفجرات والأنهار الجاريات والبحار وما فيهن من الأمم المختلفات، كل يسبح لك بذلك الاسم العظيم الذي لا تفنى عجائبه لما عظمته وشرفته وكرمته وكبرته. وأسألك باسمك الذي دعاك به إسرافيل فأجبته والعرش على كاهله وهو فارش أجنحته لم يضطجع ولم ينم ولم يأكل ولم يشرب ولم يغفل منذ خلقته ولم يشتغل عن عبادتك طرفة عين هيبة لك، وخوفا بذلك الاسم يا الله. وأسألك باسمك الذي دعاك به إسرافيل فأجبته والعرش على كاهله وهو فارش أجنحته لم يضطجع ولم ينم ولم يأكل ولم يشرب ولم يغفل منذ خلقته ولم يشتغل عن عبادتك طرفة عين هيبة لك وخوفا بذلك الاسم، بذلك الاسم أسألك يا الله. وأسألك باسمك الذي يسبح لك به إسرافيل فيقطع تسبيحه على جميع الملائكة عبادتهم لاستماعهم إلى طيب صوته وتسبيحه. الروايات حدثتنا عن ذلك، جمال تسبيحه يؤدي بالملائكة إلى أن يقطعوا عبادتهم وتسبيحهم ينصتون لجمال تسبيح إسرافيل. وأسألك باسمك الذي يسبح لك به إسرافيل فيقطع تسبيحه على جميع الملائكة عبادتهم لاستماعهم إلى طيب صوته وتسبيحه بذلك الاسم يا الله. وأسألك باسمك الذي يسبح لك به عزرائيل في مقامه بين يديك بذلك الاسم يا الله. دعاء مشحون بالأسرار العظيمة، إلى أن يقول الدعاء الشريف: يا من له الأسماء الحسنى بكل سلاسلها، بكل مؤسساتها، بكل تجلياتها، بكل مراتبها، بكل أعوانها. يا من له الأسماء الحسنى في السماوات والأرض، يا الله، فكل ذرة في السماوات والأرض تدار من قبل هذه المؤسسات، هذه المؤسسات هي التي تحافظ على وجود كل ذرة من ذرات هذا الوجود، وكل ذلك تحت نظر المعصوم. أنا لا أتحدث عن وجهه الظاهر، إنني أتحدث
عن وجهه الباطن، عن الوجه الذي تخبرنا الزيارة الجامعة الكبيرة عن جانب من تفاصيله، وذل كل شيء لكم. يا من له الأسماء الحسنى في السماوات والأرض، يا الله، إلى أن يقول الدعاء الشريف: يا من لا يؤدي حقه أهل السماوات والأرض، يا الله. وكيف نؤدي حقه ونحن أساسا لا نعرف حقه؟ فكيف نؤدي حقه؟ ما جاء في دعاء الافتتاح المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في شأن من شؤوننا، في زاوية من زوايا هذا الوجود، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، فعندك يأمن الخائفون. فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك. مدلا عليك يعني أتدلل عليك، أتدلل عليك. فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك، أتدلل عليك، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. التطول التفضل. وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، كأنني أنا المتفضل عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل، جهلنا الذي قتلنا، وجهلنا بسببنا، لو التصقنا بمحمد وأهل محمد لأنقذونا من جهلنا، التصقنا بذول الغبران الثولان ففعلوا فينا ما فعلوا. أتحدث عن غبران النجف وعن حوزة الجهل والضلال في النجف. التصقنا بهؤلاء الخطباء الحمير ففعلوا فينا ما فعلوا. نذهب إلى فاصل. يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نور.
يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، سبحانك يا لا. يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه قديم، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره فضله عميم، سبحانك يا الغافل. يا من لا يؤدي حقه أهل السماوات والأرض، يا الله، يا من لا يؤدي شكره أهل السماوات والأرض، يا الله، يا من لا يبلغ كنه عظمته أهل السماوات والأرض، يا الله. الدعاء طويل طويل طويل، والمطالب فيه كثيرة كثيرة عظيمة. هذا مثال وأنموذج من دعاء من الأدعية التي في كتبنا، التي وردتنا عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. وتعمدت أن أقرأ من هذا الدعاء كي تعرفوا من أن الأدعية التي وردت عنهم كثيرة جدا، لا أن تتصوروا من أن الأدعية التي وردت عنهم هي بحدود كتاب مفاتيح الجنان. صحيح أن أدعية مفاتيح الجنان من أدعيتهم المهمة والمهمة جدا، لكن هذا الكتاب كتاب موجز مختصر، كتاب المفاتيح، فيه جانب من أدعيتهم وجانب من مناجياتهم وأورادهم وأذكارهم وزياراتهم الشريفة. أئمتنا يقولون صلوات الله عليهم، أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء نفسه، صفحة 164 من باب النوادر، الحديث الرابع بسنده عن معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بصدد هذه الآية؟ قال: نحن والله الأسماء الحسنى. هذا عنوان آخر. الأسماء الحسنى مصطلح يطلق على الكثير من الجهات والحقائق، فحينما نأتي بدعاء الجوشن الكبير ونقول هذه هي الأسماء الحسنى بحدود دعاء الجوشن الكبير وبحدود الألفاظ المكتوبة، صحيح هذا، وحين
نطلق هذا العنوان الأسماء الحسنى على مضامين حقائق القرآن، صحيح هذا بحدود القرآن التدويني، وحين نطلق ذلك على الأسماء الحسنى الفاعلة التي تدير هذا الكون إطلاق صحيح، وحين نطلق ذلك على محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم إطلاق صحيح، هم يطلقون هذا العنوان عليهم. ها هو الصادق يقول: نحن والله الأسماء الحسنى. أنا أقرأ عليكم من الكافي، هل تعرفون معنى أني أقرأ عليكم من الكافي؟ هذه أحاديثهم، هذا الكلام ذهب، هذا الذهب المصفى، هذه كلمات العترة. ودعكم من قذارات علم قنادر هؤلاء الثلان في النجف الذين يمزقون هذا الكتاب الشريف، دعكم من قذاراتهم ومن مزبلتهم، هذا حديث أئمتكم. ماذا قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه عند هذه الآية الشريفة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ وسنعود إلى هذه الآية، سنعود إليها. قال صلوات الله عليه: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. ومر علينا من أن هذا العنوان الله يطلق عليهم، وهذا العنوان هو من الأسماء الحسنى، هو رئيس الأسماء الحسنى، ولكن بالنتيجة هو من الأسماء الحسنى. تلاحظون أن قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وأن أدعيتهم، وأن رواياتهم، وأن زياراتهم كلها تصب في مجرى واحد، ألا لعنة على منهج مراجع النجف الذي دمر لنا ثقافتنا، ودمر لنا عقيدتنا، ودمر لنا كل ما جاء عن محمد وآل محمد، وربطنا كالحمير في اصطبلات سقيفة بني ساعدة. الإمام الصادق هو الذي يقول: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا، ووالله أنتم كذلك، ومن غيركم، فأنتم الأسماء الحسنى، وأنتم الأسماء العظمى، وأنتم الآيات العظمى، وليس أولئك الغبران في النجف، أنتم الآيات العظمى. نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. حينما نقرأ في أدعيتهم على سبيل المثال، حينما نقرأ في الدعاء الذي وردنا من الناحية المقدسة من أدعية شهر رجب، الدعاء الذي أوله: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، والذي فيه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فماذا يقول هذا الدعاء المهدوي الشريف
فبهم بمحمد وآل محمد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. مظاهرهم، مظاهر محمد وآل محمد لا تعد ولا تحصى. هذه المظاهر هي المتحكمة بتلك الوزارات، بوزارات الأسماء الحسنى. فبهم بمحمد وآل محمد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. في الزيارة الجوادية بهم صلوات الله عليهم تحركت المتحركات وسكنت السواكن. بهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. المنطق واحد، فما شيء منا في زيارة الندبة، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل وذل كل شيء لكم. في الزيارة الجامعة الكبيرة فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. هذه هي الجهة التي نتوجه إليها، التي نصبها الله لنا. سأعود إلى هذا الكلام في دعاء كميل. في دعاء كميل المضامين هي، لكن ثولان النجف وغبران النجف هل يفقهون هذه الحقائق؟ هل فقهوكم؟ هل علموكم هذه الحقائق؟ اقرأوا معي في دعاء كميل، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. وبعظمتك التي ملأت كل شيء، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. وبعظمتك التي ملأت كل شيء، اللهم إني أسألك في دعاء البهاء من عظمتك بأعظمها. هم أعظم العظمة. وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي. هم مر علينا في معنى الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في سورة الرحمن. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي سورة القصص في الآية 88 بعد البسملة، في آخر آية من سورة القصص، كل شيء هالك إلا وجهه، وهم يقولون نحن وجهه الباقي. وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. هذا هو الوجه الذي نستطيع أن نتوجه إليه. وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبوجهك الباقي
بعد فناء كل شيء هو وجه في هذه اللحظة باقي، وفي هذه اللحظة كل شيء محكوم بالفناء. مع وقف التنفيذ فنحن نحمل سر فنائنا معنا، والفناء ما هو العدم، الفناء هو الاندثار. وأما هذا الوجه فهو باق قبلنا وباق بعدنا وباق معنا، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، فبهم فبهم في دعاء شهر رجب، فبهم فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. نذهب إلى فاصل. يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلالا، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه. سبحانك يا يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى. سبحانك يا أعود بكم إلى دعاء الأسماء الحسنى الذي قرأت عليكم منه قبل قليل. أريد أن ألفت أنظاركم إلى فقرة من فقراته، صفحة 262 من الجزء 90 من بحار الأنوار، نقلا عن البلد الأمين للكفعمي. وأسألك باسمك التام العام الكامل يا الله، هذا مصداق آخر من مصاديق الأسماء الحسنى، هكذا يعبر عنه: الاسم التام العام الكامل. لا أريد أن أقف للشرح، وأسألك باسمك التام العام الكامل يا الله، وأسألك باسمك صاد وياسين والصافات. الصافات سورة قرآنية، فهذه السورة هي أيضا من أسماء الله الحسنى. قلت لكم
إن الأسماء الحسنى ما هي بألفاظ ولا هي بنحو من أنحاء الخلق. الأسماء الحسنى مؤسسات هائلة وكائنات عظيمة ولها ظهورات لا حصر لها ولا عدد. وأسألك باسمك صاد وياسين والصافات وحاء ميم عين سين قاف وكاف هاء ياء عين صاد يا الله. وأسألك باسمك ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله. وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت الملك الحق المبين يا الله. لا أريد أن أقف عند كل هذه العبائر فالوقت ضيق، لكنني ألفت أنظاركم إلى أن الدعاء عد هذه العناوين من أسماء الله الحسنى. وأسألك باسمك صاد، صاد التي هي بعد البسملة في أول سورة صاد، صاد عنوان لهذه السورة، وصاد هو اسم العين التي تفيض بماء الحياة عند ركن من أركان العرش توضأ منها محمد صلى الله عليه وآله لصلاته المعراجية، حين صعد في معراجه وصلى الصلاة المعراجية فإنه قد توضأ من هذه العين. هذا ما هو كلامي، هذه رواياتهم وأحاديثهم في تأويل قرآنهم. صاد هي العين التي تفيض بماء الحياة عند العرش، عند العرش العظيم الكريم. في هذه العين توضأ محمد صلى الله عليه وآله وضوءه المعراجي وصلى صلاته المعراجية. فهذا التكوين وهذه الصورة، وما هي بصورة منعزلة عن نظام يرتبط بكينونة العرش، وعن نظام يرتبط بإدارة الكون. فهذا العنوان صاد هو اسم من أسمائه الحسنى، من أسماء الله الحسنى. وكذلك ياسين، وياسين عنوان لرسول الله، وياسين هنا عنوان لسورة قرآنية بقرينة صاد وياسين والصافات وحاء ميم عين سين قاف. إنها سورة الشورى، إنها سورة المودة. وكاف هاء ياء عين صاد، إنها سورة مريم وهذا رمز الحسين. كاف هاء ياء عين صاد هذا رمز الحسين، لا كما يستهزئ الوائلي ومراجع النجف الذين جعلوه ناطقا رسميا عنهم، لا كما يستهزئ الوائلي بهذه الرموز الشريفة في أحاديثه التي ماذا أقول عنها، أحاديث الخراء كثير عليها، حينما يستهزئ بصاحب الأمر ويصفه بأن عقله كعقل عجوز مخرفة. هذا كلام الوائلي
وهو يتحدث عن تفسير كاف ها يا عين صاد. هذا هو وائليكم الناطق الرسمي العقائدي باسم حوزة النجف وباسم مرجعية السيستاني. حاء ميم عين سين قاف المشروع المهدوي العظيم. ما أنا الذي أقول، أحاديثهم أنتم تجهلون ذلك، فماذا أصنع لكم؟ هذه العناوين بحاجة إلى شرح طويل، لكنني أتمنى عليكم أن تقارنوا بين هذه الثقافة وبين الثقافة التي تعطى لكم من قبل ثولان النجف، من قبل حميرهم الذين يرتقون منبر الحسين. صاد، هذا العنوان يوصلنا بإمامنا الصادق، فصادق هو مصدر مياه الحياة الخالدة في حقائق علمه ومعارفه التي انهمرت علينا. وما الجعفر إلا نهر من أنهار الجنان، وصاد هي عين للمياه الخالدة لمياه الحياة. هذه المضامين تترابط فيما بينها، لا أريد أن أقف عندها طويلا. وهذه السور بالذات فيها ما فيها من الحقائق التي ترتبط بشكل مباشر بمحمد وآل محمد. من هنا فإنها في مضامينها الباطنة تشتمل على ملامح الاسم الأعظم الأعظم الأعظم. وأسألك باسمك صاد وياسين والصافات التي تشتمل على صور تقربنا من حسين ومن فاطمة ومن محمد وآل محمد. لا أقول هذا الكلام جزافا، لو كان المقام يسع للتفصيل لذكرت لكم الروايات والأحاديث عنهم صلوات الله عليهم، لكنني أرى الوقت يجري سريعا. وحاء ميم عين سين قاف عنوان لمشروع إمام زماننا، وكاف ها يا عين صاد عنوان لمشروع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إنه المشروع العاشورائي الأعظم، مشروع أبي عبد الله، وهذان المشروعان قرينان. حاء ميم عين سين قاف هو المهدي في مشروعه، وكاف ها يا عين صاد هو الحسين في مشروعه. هذه مؤسسات ولكنها من أسماء الله الحسنى، فالحسين ومشروعه وكربلاؤه وعاشوراؤه من أسماء الله الحسنى، وكذلك مهدينا وظهوره ومشروعه ومقدمة الرجعة العظيمة من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى مؤسسات إلهية لإدارة برنامج الله في هذا الوجود. هذا موضوع كبير واسع. القضية فيها تفصيل كثير. هل تتصورون أن سمة العبادة التي نقوم بها هي أيضا من أسماء الله الحسنى؟ ما أنا الذي أقول، هم الذين يقولون. أقرأ عليكم من معاني الأخبار. الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة،
في الصفحة 95، الباب الذي عنوانه في معنى بسم الله بسنده، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه، يعني عن الحسن بن فضال، قال: سألت الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه عن بسم الله. سؤال ابن فضال عن معنى بسم الله، سؤال عن اسم الله، فقال: معنى قول القائل بسم الله أي أسمو، أسمو أي أضع علامة، أضع سمة، أي أسمو على نفسي سمة من سمات الله عز وجل وهي العبادة. قال: فقلت له: ما السمة؟ قال: هي العلامة. والعلامات على اختلاف مراتبها هي من أسمائه سبحانه وتعالى. هكذا نحن نقرأ في دعاء شهر رجب الذي قرأت عليكم منه قبل قليل، الدعاء الذي وردنا من الناحية المقدسة. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك. فهذه المقامات وهذه العلامات هي من مظاهر الأسماء الحسنى. وحتى هذه السمة التي نسم أنفسنا بها وهي نحو من أنحاء العبادة هي علامة إلهية، فهي مظهر من مظاهر أسماء الله الحسنى. أتلاحظون أن أسماء الله لا حصر لها ولا عد لها؟ ابن فضال يقول: سألت الرضا عن بسم الله، فقال: معنى قول القائل بسم الله أي أسم على نفسي سمة من سمات الله عز وجل وهي العبادة. قال: فقلت له: ما السمة؟ قال: هي العلامة. الموضوع كبير وكبير جدا، لكننا نصل إلى هذه الخلاصة من أن أسماء الله ما هي بألفاظ. هناك أسماء لله في عالم الألفاظ، أسماء الله ما هي بأصوات، هناك أسماء لله في عالم الأصوات، أسماء الله حقائق، مؤسسات إلهية عظمى، بعض هذه المؤسسات فيها الملايين والملايين وربما المليارات من الملائكة يشتغلون. عالم معقد جدا، عالم الأسماء الحسنى. وتلاحظون أن المصادق التي على هذه العجالة تتنوع وتتشعب وتتكثر في كل الاتجاهات. قلت لكم قبل قليل، صدقوني إذا أردت أن أفتح هذا الموضوع وفقا لقرآنهم المفسر بتفسيرهم بحيث أتتبع ما يرتبط بالأسماء الحسنى في الكتاب الكريم وبما جاء في رواياتهم
وقد ورد الكثير في هذا الاتجاه من الروايات والأدعية والزيارات والخطب والمضامين الهائلة. صدقوني إنني سأحتاج إلى برنامج يتجاوز 200 حلقة. وأنتم تعرفون حينما أحدثكم بالأرقام وحينما أحدثكم بتحديد الاتجاهات بحدود معينة إنني لا أقول الكلام هكذا وألقيه على عواهنه، إنني أتحدث وفقا لنظرة دقيقة ولخبرة ودراية، وقد جربتموني عبر السنين الطويلة. إنما أكرر هذا الأمر كي تعرفوا مدى جهل الشيعة بثقافة أهل البيت، فهم لا يعرفون شيئا عن ثقافة الأسماء الحسنى التي هي ثقافة أساسية جدا في فهم التوحيد. التوحيد الذي حدثتكم عنه لا يمكن أن يفهم بشكل صحيح ودقيق وواضح من دون الإلمام بثقافة الأسماء الحسنى. ولكنني ماذا أصنع لهذا الوقت؟ سأكون عاملا بالقاعدة العلوية كما يقول أمير المؤمنين: ما لا يدرك كله لا يترك كله، بقدر ما نستطيع. وقت الحلقة انتهى، الحديث سيكون متواصلا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نذهب إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.